صباح الخير الناس الكل، مازلت توكي خرجت من الدار باش ناسكم معايا المتحف العلوم والصناعة بمدينة شيكاغو. المتحف هذا فيه بارتي كبيرة تخص مارفل كوميكس، باش تحكي لنا على التاريخ متاع مارفل، باش تورينا الشخصيات متاع لي سوبر هيرو اللي موجودين واللي نعرفوهم اللي نحنا صغار. حسيلو حكاية ساعة ونكون موجود غاديكا باش ناخذ الترونسبور توا. خلينا نمشيو مع بعضنا وكي نوصلوا غاديكا نبداو نوريكم شنو اللي موجود بالضبط. يلا توا ومازلت كي وصلت قدام المتحف. المتحف هذا موجوده فيه دو بارتي، البارتي الاولاني بالكل اللي تخص ميوزيم، يعني البارتي العاديه اللي فيها الحاجات نتاع المتحف هذا من قبل، والبارتي الجديده اللي عملوها لهنا تخص مارفل كوميكس كيما تشوفوا ورايا. كيما تشوفوا نحن توا في وسط المتحف، بالطبيعه لازمنا نعملوا البافيت ورانا ستور متاع الميوزيم. كيما نشوفوا لهنا تيكي، دونك باش نعديو على الماشين وباش ندخلوا لداخل من بعد. هذه تيكي متاع الميوزي العادية، وهذه تيكي متاع اليونيفرس اوف سوبر هيروز تاع مارفل. يعني حكاية ساعة غربا ندخل للبارتي متاع مارفل، مازلت باش نستنى شوية على خاطر بالوقت، وانا التيكي متاعي قاسسها ماضي ساعة غير أربعة، دونك توا نص نهار غير درج. حكاية كيما قلت لكم ساعة غربا باش نجم ندخل داخل. خليني نكمل نعمل دورة في الميوزيم ومن بعد وقت اللي يجي الوقت متاعي ندخل مع بعضنا لعالم مارفل. ناخذ الماب، هذا هي الماب، وناخذ فين هذا نشوفو. Hi. What time do you have? 12:40. All right.
عملت فيكم دورة في عالم مارفل. صراحة حاجة طيرة على الاخر، اول اكسبيرينس بالنسبة لي انا في وسط البلاصة كمان هكا. كملنا دورنا بيكم في عالم مارفل، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. بالطبيعة ما تنسيوش باش تعملوا لايك كيكا شجعوني وسبسكرايب. عالم مارفل بالنسبة لي انا عالم عشت معاهم لي انا صغير وكبرت معاه، خاصة مع الموفيز اللي قاعدين يطلعوا في الاعوام اللي فاتت. ما تنسيوش كما قلت لكم باش تعملوا سبسكرايب، وان شاء الله نشوفوكم في فلوجز اخرين. وسيو سون.